السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وكنتمنى دوزتوا العيد الفطر بخير وعلى خير مع العائلة ديالكم مع الأسرة ديالكم. وجيت لكم كما كتشوفوا بالجديد نتاع اكسيو، وجيت دابا في التخفيضات. كما كتعرفوا راه التخفيضات كيكونوا في اليوم الأربعاء، وكما كتشوفوا هذا الأسبوع يوم الأربعاء جا نهار قبل على العيد الفطر، ما كانش عندي الوقت باش نتصور لكم الجديد، كان عندي كنت مشغولة التحضيرات نتاع العيد راكم عارفين. ودابا قلت علاش لا، حيت التخفيضات كيبقاو اسبوع كامل، واخا لاحظت هنايا كاين شي اشياء اللي هما ناقصين، ولكن غادي نوري لكم الاشياء اللي لقيتها هنايا باقي عاد موجوده. داروا تخفيضات هنايا من هاد الكؤوس اللي هما نتاع الشاش كنحطوا فيهم الشميعات، هادو كنت وريتها لكم في الجوالات على ما اظن. كاين فيهم حتى هاد اللون اللي رجعوهم بأورو و32 سنت، وداروا تخفيضات حتى لهادو، هاد الأغلفة نتاع الوسادات حتى هادو كنت وريتها لكم في الجوالات. هادو فيهم راه التوب ديالهم التوب نتاع المبرة، هذا كيكون سامبل، وهذا فيه هاد الوريضات. كاين فيهم هاد اللون، وكاين هذا، وكاين اللون منا الكري ومنا هكا، اللي رجعوهم بجوج أورو 42 سنت، اللي فيهم 45 على 45 سنتيم. وداروا تخفيضات حتى الكاشات، هادو اللي فيهم 140 على 180 سنتيم، كاين فيهم هاد اللون وهذا، وكاين الغوز بيبي اللي هو رائع، وكاين حتى اللون الكري، هادو رجعوهم بربعة أورو 67 سنت. وكاينين حتى هادو داخلين في التخفيضات، هاد اللامبا اللي خدامين بالحجيرات، حتى هادو كنت وريتها لكم تاع بلاستيك، هادو وفيهم الالوان، هما الالوان اللي فيهم، رجعوهم 3 اورو و 33 سنت. وكاينين حتى هاد اللامبات اللي هما في التخفيضات، هادو اللي خدامين بالطاقه الشمسيه، اللي فيه 50 لامبه لداخل، رجعوها ب 5 اورو 99 سنت. وكاين تخفيضات حتى للشوايه، كتهزوها في اي بلاصه كما كتلاحظوا هي بعيده عليا، كديروا الفخر لداخل وكتشويوا عليها بحال هكا الرحلات البيكنيك، رجعوها ب 9 اورو 95 سنت، اللي فيها الالوان. وكاين تخفيضات حتى هاد اللوازم تاع الكغيل، هاد المقاس، هاد الشيء هنايا كاين غير المقاس على ما اظن، رجعوه ب 84 سنت. وداروا تخفيضات حتى هاد الكلايد، هذا اللي كيجي هكا طويل، هما محجبات يقدروا يعني يديروا شي حاجه من الفوق يزيدوها من الفوق. التابعة ديالها 3 اورو و 98 سنت. وداروا تخفيضات حتى هادو، هاد السراول اللي هما نتاع النساء، هادو صيفيين ورطيطب، كيبان ليا واحد هنايا التوب ديالو رطيطب، كاين فيهم هنايا هاد اللون اللي بقى ليا هنايا، نديرو 4 اورو 98 سنت. وكاين حتى الشورت هادو بنفس التوب تاع هذا، كاين هذا، كاين حتى هاد اللون مع الاسف كلشي تسالى، رجعوه بجوج اورو 98 سنت. وكاين الاحذيه صيفيه، هادو نتاع النساء، هادو نتاع البحر ولا بيسين، كما كتلاحظوا الالوان اللي فيهم، الثمن ديالهم 4 اورو 98 سنت. وكاينين هاد الاحذيه نتاع الرياضه، فيهم اللون الاسود واللون الازرق، الثمن ديالهم 5 اورو 95 سنت. وكاين حتى هاد الاحذيه، هادو نتاع النساء تاع الرياضه، هادو زوينين صحيحين، كاين فيهم اما هكا اللي فيهم البينك لداخل، اولا الاسود فيهم هنا كيبان ليا بحال الغوص فاتح، رجعوه ب 15 اورو 99 سنت. وبنفس الطريقه اللي جابوا في الاحذيه نتاع النساء جابوهم في الرجال، هادو كاين فيهم هاد اللون وهذا، حتى هما بنفس الثمن، رجعهم 15 اورو 95 سنت. وداروا في التخفيضات الملابس نتاع الرياضه، كاينين هاد التيشيرتات هذا، وكاينين حتى الشورت، كاين الشورت الثمن ديالو 4، كاينين التيشيرتات حتى هما ب 4 اورو، هادو اللي هما تحت هما نتاع النساء، كاين مخلطين هادو. وداروا تخفيضات حتى هاد الاله اللي هي نتاع العنايه بالوجه، يعني مساج الوجه وكتنظف الوجه جوج، رجعوها ب 3 اورو 99 سنت. وكاين حتى هاد القشرات اللي هما فيهم جل داخل، يعني كيدير العينيه الرجلين، الثمن ديالهم 2 اورو و 39 سنت في التخفيضات. وداروا تخفيضات حتى لهادو، هادو اللي كيصلحوا الباط،
داروا فيهم تخفيض 3.99 سنت، باكية فيهم 4، وكاين تخفيضات حتى هاد السلات، هادو اللي كنحطو فيهم القابط تاع عنشير، تقدروا تعلقوا حتى من بالفوق. كاين فيه اللون الابيض، الكري، واللون الاسود، رجعوه 78 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهاد الدوشكيل تاع الاطفال، خصوصا الرسوم تاع ديزني. كاين هادو وهذا، كاين هذا، كاين اختلافات في الريحه ديالو الداخل، رجعوه اورو و 49 سنت. وداروا تخفيضات حتى هاد الالعاب نتاع الاطفال، ولكن اما هذا كيزرعوا فيه شي حاجه وكتكبر، او لا هادي اللي فيها 25 بياسه، لهادي يعني على الكواكب، هذا على البركان، يعني كيبقاو كيركبوا فيه شي حاجه لداخل. هذا رش اللي هي الطريقه، شوف هذه واش كاين فيها طريقه، هذه كيجي فيها كل شيء باش كيكبر الزرع وديروا لتحت الماء. هادو رجعوهم بأورو 99 سنت. وكاينين حتى هادو، هادو خاصين تاع الاطفال الصغار، يعني كيتعمروهم بالماء، هذه بحال لابيسين، يعني ميني لابيسين لداخل، رجعوه بجوج أورو 99 سنت. هذه بحال الزربيه ولكن كيخرج منها الماء، زوينه هذه. ولاحظت اليوم داروا تخفيضات الماركه نتاع نيفيا، كلشي داروا فيها تخفيضات. كاين هذا نتاع باط، رجعوه بجوج أورو و 29 سنت. كاين هذا الكريم، راهو كبير بزاف، فيه 750 مليلتر، رجعوه بجوج أورو و 29 سنت. وكاين هذا الكريم تاع اليدين، هذا اللي هو تاع اليدين و تاع بودي كريم في جوج، تاع اليدين وحتى الجسم، رجعوه بأورو و 69 سنت. وكاين حتى هاد الشامبوان، هذا شامبوان يعني دغوكنا شامبوان، هذا بلا ما تغسلوه، غير كترشوه على الشعر، الا كنتو مزروبين كترشوه وصافي، يعني ما كيبقاش مزيت الشعر، مزيت كيحيد ليه الزيوت. الا كنتو مزروبين ما عندكمش الوقت باش تغسلوا الشعر ديالكم، هذا اورو 29 سنت. وانا صراحه ما كنصحش لكم بحال هذا، يقدر يدير لكم على الشعر ديالكم، يخسر لكم الشعر ديالكم، لكن ما احسن من الماء والصابون. واما الاشياء اللي جابوه اليوم اجدادين هما هذا الكادر تاع الصور، اللي كياخذ 5 تاع الصور، اللي هو تاع الخشب، زوين هكا تحطوه كديكور، تحطوا فيهم اي حاجه، الصور ديالكم الشخصيه ولا صور تكون معبره. هادو كاين فيهم الالوان، كاين فيه هكا اللون تاع الخشب، وكاين فيه حتى اللون الابيض اللي هو رائع، اللون الابيض هذا. غادي نقلبو، ها هو حنايا، شوفوا هذا لي الثمن ديالهم 4.99 سنت. ولاحظ دخلوا هذا الكرسي، هذا زوين هكا الرحلات، هو كيتطوى بعيد عليا، لي كيهز حتى 30 كيلو هنايا، وراه هو كيتفتح. غادي نحاول ندورو باش تكون الصوره واضحه، حيت هاد الصوره مقلوبه ما تقدروش تفهموا. كيما دارو هنايا كيهز من 30 كيلو، كيكون عنده هذا كتحطوها، يعني كتولي بحال طاوله، الا بغيتو ديروها بحال كرسي كتحيدو هادي كتولي كرسي، كتهز 75، هادي لتحت اللي كتهز 75 كيلو، اللي فوق اللي كتهز 30 كيلو، يعني هذا على جوج مرات، منها طاوله ومنها كرسي. كيما دارو هنايا جوج في واحد، لي الثمن ديالها 9.95 سنت. وجابو هادو في الباكية، فيهم 6، كنديروهم هكا في الثلاجة حيت فيهم الماء، ملي كيجمدو كنحطوهم هكا في العصير في الكوكتيل. فيهم الألوان، كاين هادو فيهم هاد الألوان، هادو اللي فيهم 3 باللون الأبيض و3 باللون الأسود، للثمن ديالهم 72 سنت. وبنفس الطريقه تاع هادو اللي وريت لكم دابا، جابوا هادو، هاد المربعات اللي في الباكيه فيهم 3، غادي نجبد وحده كما كتلاحظوا، حتى هما فيهم الالوان، كنحطوهم هكا في المجمد وكنديروهم هكا في الثلاجه نتاع الرحلات نتاع البيكنيك. هادو الثمن ديالهم 59 سنت. واما في الجهه نتاع العطور،
راني واقفه هنايا في الجهه العطور نتاع الرجال، لاحظت غير واحد الحاجه، واحد الاسم، هذا العطر اللي هو ماركه معروفه جيس اللي هو معروف، جابوهم في اكسيون. هذا العطر نتاع الرجال كاين، هاتو هما الاشكال اللي فيهم، الثمن ديالهم 19 اورو و 79 سنت. وكاين حتى هذا العطر نفس الماركه تاع هذا نفس الاسم، هذا الثمن ديالو 9 اورو و 95 سنت. هذا فيه 50 مليلتر، ولهذا اللي وريت لكم دابا فيه 100 مليلتر. وجابوا حتى هذا العطر، هادو زوين هكا العطر نتاع الاطفال حيت نتاع باتمان، للثمن ديالو جد مناسب اورو و 95 سنت. وجابوا حتى هذا العقيق الاعمال اليدويه، العلبه كبيره فيها 200 غرام الداخل على اشكال والانواع، اورو 99 سنت. ولاحظت اليوم جابوا في الاعمال اليدويه هذا الورق، هذا راه هو ماشي صالح للاكل، ماشي داك الورق اللي كنديرو هكا للاكل في التحليات او في الديزاين تاع الكيكات واي حاجه، هذا نتاع الاعمال اليدويه، يعني ديزاين شي حاجه يعني كتركبوها بغيتوا ديروا هذا الورق الملمع، فيه 2 غرام، كاين فيه الفضي، كاين فيه ذهبي. هنايا جوج نتاع الالوان للثمن ديالو 79 سنت. وكاين حتى هذه في الاعمال اليدويه، هادو هاد الصمطه، يعني بحال اللي عنده الهوايه نتاع الخياطه راه يقدر ينفعكم. هادي اللي فيهم الالوان، كاين البينك، كاين الازرق، كاين الاصفر، راه كاين فيه بزاف نتاع الالوان، الثمن ديالو 85 سنت.